بسم الله الرحمن الرحيم. الأربعاء 19/2/2013 قصف بطيران المنج على ناحية التمنع في ريف إدلب. الله أكبر. طيران المنج يستهدف ناحية التمنع في ريف إدلب. الله أكبر. الله أكبر. جمال سليم جمال. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. طيران الميج يستهدف ناحية تمنع في ريف إدلب. الله أكبر. 19/2/2013 طيران الميج يستهدف ناحية تمنع في ريف إدلب. أجو قتلى وجرحى نتيجة القصف. عالم تحت الأنقاض. الآن إخراج العلم تحت الأنقاض. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر عليك يا بشار. استهداف ناحية تمنعة بطيران الميج. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشخاص مفقودين تحت الأنقاض. يا الله. دمار نتيجة القصف ناحية تمنعة. الأربعاء 19/2/2013 لا حول ولا قوة إلا بالله. طيران الميج يستهدف ناحية تمنعة.